خلطت الأوراق حتى تبقى وين منهم المحب للعراق حتى تبقى المسائل يمكن تأيدون تبقى المسائل عالقة يبقى مفاوضات تبقى منافع السياسيين زين هنا كل الأطراف ما استثني أحد أنا لسه متجرد ما قاعد أمثل حزب متجرد أنا أحكي بصفة مواطن عراقي زين اليوم أكو ناس انقتلت زين هذا اللي انقتل أنا ثلاثة من ولد عمامي راحوا ثلاثة من ولد عمامي زين اللي قتلهم على شنو قتلتهم يعني اللي قتلهم على شنو قتلتهم خلي لياهم مثل ما تفضل الأستاذ مسجونين الآن محكومين بالإعدام والله قبل فترة أشوفه بالسجن تيشيرت جديد شلون مصور نفسك بالسجن شلون مصور نفسك حدث مع قناة فضائية بالتليفون شنو يعني يعني ما يحرق دمي آني ولذلك لازم الموضوع يكون دقيق موضوع العودة إلى الأوراق التحقيقية بشروط إحنا اليوم قانونين أنا اليوم إذا طلعت مجرم قاتل واحد دم المقتول برقبتي أنا أحسنت صح لو خطأ أحسنت ما أجامل على أحد هذا شرع الله لكن وبنفس الوقت بنفس الوقت البريء البريء اللي أثبت براءته لازم أعوضه طبعاً لأن أنا هذا ظلمته